الفريقين، والمعنى أن الله عز وجل يمد أهل الآخرة ويمد أهل الدنيا، يمد من يريد العاجلة ويريد ويمد من يريد الآخرة، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. ومعنى الآية أن الله عز وجل قضت حكمته ومضت مشيئته وتمت سنته، أنه لا يخلو أحد كائنا من كان من أثر رحمته، حتى الذين يعصونه، حتى الذين يشركون معه، حتى الذين يعبدون غيره، حتى من زعموا أنهم أرباب للناس من دون الله، لم يخلو أحد منهم من رحمة الله، إلا أن رحمة الله بمن عصاه وكفر به وأشرك معه أو جعل إلها من دون أو زعم نفسه إلها من دون الله تكون في الدنيا فقط. وأما أهل الطاعات أهل الحسنات المؤمنون المريدون ما عند الله من الخير فأولئك تشملهم رحمة الله في الدنيا والآخرة. قال ربنا هنا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، ثم جاء تذييل الآية مبينا لما جاء في صدرها، قال سبحانه وما كان عطاء ربك محظورا، وما كان عطاء ربك محظورا. وإذا علم العبد أن عطاء الله غير محظور غير ممتنع سأل ربه من ذلكم العطاء، كل بحسبه. وأعظم وسائل الانكسار إلى الله الإلحاح عليه جل وعلا في الدعاء والرغبة فيما عنده، والعلم واليقين أن كل شيء تأمله وترجوه لا يقدر عليه ولا يؤتيك إياه إلا ربك الذي خلقك وخلقه وهو على كل شيء قدير. وينبغي أن يعلم